ورحمة الله وبركاته، معكم مدرس مساعد عمار ياسين طعمة من جامعة كركوك كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات قسم الشبكات. اليوم إن شاء الله سنكون معكم بفيديو جديد ضمن فيديوهات السلسلة التعليمية والتطويرية في مجال التعليم الإلكتروني اللي يعملها قسم الشبكات في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كثير من التدريسين في هذه الأيام يحتاجون إلى تسجيل فيديوهات صوتية للمحاضرات، وواحد من المشاكل اللي صادف التدريسين هو تسجيل الفيديو أو الصوت وحوله الكثير من الضوضاء، كان يكون الأطفال أو الضوضاء في الشارع وغيرها، مما يضطر التدريسي إلى إعادة تسجيل هذا الفيديو عدة مرات إلى أن يحصل على فيديو بدون ضوضاء لرفعه إلى الطلبة. اليوم إن شاء الله جينا لكم ببرنامج بسيط يساعد في التغلب أو إلغاء هذه الضوضاء اللي تحصل في الخلفية أو في الباك جراوند أثناء تسجيل الفيديو. هذا البرنامج هو اسمه كريسب. نذهب إلى موقع crisp.ai ثم نقوم بتحميل هذا البرنامج. طبعاً يتوفر على الويندوز ويتوفر على الهواتف الذكية مثل الآيفون. يسمح لي النسخة المجانية من هذا التطبيق بتسجيل 120 دقيقة في الأسبوع مجاناً، أي حوالي 3 ساعات من التسجيل، وهي تقريبا كافية لأغلب التدريسين لإكمال محاضراتهم وتسجيلها بدون ضوضاء. بعد تحميل هذا التطبيق سيظهر لنا هذا الخيار، ونحتاج إلى تسجيل الدخول في البرنامج لكي نحصل على حساب مجاني يمكننا من تسجيل الفيديوهات ل3 ساعات. طبعا بالإمكان تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، وسأقوم بتسجيل الدخول باستخدام حسابي الخاص بجوجل بعد أن تظهر لي النافذة الخاصة بالحساب. سأختار حساب جوجل الخاص بي، والآن أصبحت مسجل في هذا البرنامج. البرنامج بعمله بسيط. الآن نختار Start Setup. طبعاً يتوافق هذا البرنامج مع برنامج الزوم، وهو البرنامج المستخدم في المحاضرات حالياً، وبرنامج Slack وSkype وHangout وFaceTime وغيرها. طبعاً ممكن أن أختار Other App واختار البرنامج اللي أنا أريده. ممكن نختار الزوم، راح ينطيني التعليمات الخاصة بتسجيل هذا الفيديو أو تسجيل فيديو باستخدام الزوم أو إلقاء محاضرة باستخدام الزوم وإلغاء الضوضاء. ممكن اتباع التعليمات اللي موجودة هنا لتنصيب هذا البرنامج. تعليمات واضحة والفيديو قصير طوله 39 ثانية. ثم نختار Finish. الآن Mute Noise من البلتن مايكروفون، وعندنا 120 دقيقة العداد حتى نعرف أنه الضوضاء أو الكمية الوقت اللي ألغانا فيه الضوضاء. بمجرد تشغيل هذا الخيار ستلغى كل الضوضاء الموجودة في الفيديو أثناء تسجيله. أتمنى أن يكون هذا الموضوع مفيد لزملائي التدريسين في تسجيل فيديوهات. ممكن احنا نسوي تيست للنويز كانسليشن. الآن راح أشغل صوت في الباك جراوند أثناء ما أنا أتكلم وأسوي ستارت ريكوردينج.
الآن أنا أتكلم ومعي صوت فيديو من اليوتيوب ضوضاء حولي. أضغط stop. وقف. الآن مثل ما تسمعون ومعي صوت فيديو من اليوتيوب ضوضاء حولي. أضغط recording. الآن أنا أتكلم ومعي صوت فيديو من اليوتيوب. مثل ما شاهدتوا كان عندي فيديو ومع ضوضاء. الآن راح أفعل الكريسب إنيبلد وأرجع أشغل لكم الفيديو وأستمعوا إليه من جديد. أو أشغل الصوت وأستمعوا إليه من جديد. الآن أنا أتكلم ومعي صوت فيديو من اليوتيوب ضوضاء حولي. الآن شفتوا حضراتكم كيف ألغى تماما الضوضاء اللي كانت حولي وظهر فقط صوتي واضح تماما. إن شاء الله يكون هذا مفيد للجميع، ولا تنسونا من دعائكم، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع، وفي أمان الله.